بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى سادة الكرام في الفيديو بقى آخر موضوع معانا إن شاء الله في الدين هو الترانسليشن. بالنسبة للترانسليشن هنتكلم فيه، خلينا بس نجيب الصورة بتاعتنا. بالنسبة للترانسليشن هنتكلم فيه عن إيه؟ عن جزئين كبار. يعني إحنا دلوقتي اتكلمنا عن إيه؟ عن الترانسليشن، أو من البلد كده عملية تصنيع البروتين. عظيم أوي. ودي هنتكلم عليه نفسنا، قسمنا الموضوع لشقين كبار. الشق الاول هتكلم عنه هي شويه، ممكن نقولها كده ايه، شويه معلومات. شويه معلومات، المعلومات دي هنقسمها لجزئين. الجزء الاول هي شويه مصطلحات محتاجين نعرف يعني ايه جينوم، او يعني اسف يعني ايه جينيتيك كود، يعني ايه كودون. تمام، شويه حاجات كده متعلقه بالكودونز يعني. طيب وبعدين هنتكلم عن الميوتيشن، طفرات. ده الجزء الاول على بعضه كده. الجزء الثاني هيكون خطوات الترانزليشن، خطوات ترانزليشن ده هنسيبه على بعضه في الاخر يعني، ده يبقى ليه فيديو لوحده. خلينا نخلص من ده دلوقتي، الجزء اللي في الاول. طيب بدايه كده لما نيجي نتكلم عن الترانزليشن، فبنقول قايلين الترانزليشن هو عمليه ايه؟ هو عمليه تحويل الار ان ايه الى بروتين. ده بس ده اسمه الترانزليشن. طيب امال لو قمت حاطط كمان معاهم في المعادله عمليه تحويل الدي ان ايه الى ار ان ايه، تحويل الدي ان ايه الى ار ان ايه اسمه ترانسكريبشن. سهله دي، خدنا المره اللي فاتت. طيب الاثنين مع بعض، ترانسكريبشن والترانزليشن، العمليتين دول مع بعض كده اسمهم عمليه جين اكسبريشن. بصوا حد عندكم في اول صفحه، والقصه دي كلها على بعضها كده من وقت ما كان دي ان ايه لحد ما بقى بروتين، بنقدر نسميها او بنطلق عليها مصطلح سنترال دوجما. انا عايزكم بس تعلموا عن المصطلحين دول عندكم عشان بيبقوا ام سي كيو. تعلموا عن المصطلح في اول صفحه في الكلام عن الترانزيشن. السنترال دوجما هي ايه؟ سنترال دوجما هي دي ان ايه الى ار ان ايه الى بروتين. ما هو الجين اكسبريشن او عمليه الترانسكريبشن والترانزليشن؟ يعني ايه جين اكسبريشن؟ ده الدي ان ايه هيتحول الى ار ان ايه، هيتحول الى بروتين، امينو اسيدز جنب بعضها، امينو اسيدز. عظيم جدا. فبكل بساطه دي ان ايه ده كان عليه الجين مثلا بتاع الهيموجلوبين مثلا، تحول الى ماسنجر ار ان ايه اللي شايل الشفره بتاعت الهيموجلوبين، وبعدين تحول الهيموجلوبين نفسه مثلا يعني. عظيم. فعمليه ظهور الجين، الاكسبريشن اوف جين، ظهور الجين تستلزم حدوث حاجتين. الحاجه الاولى رقم واحد هي الترانسكريبشن، الحاجه الثانيه هي الترانزليشن. فمعنى كلمه جين اكسبريشن يعني ظهور الجين، يعني ظهور تاثيره، يعني ظهور البروتين المترجم منه. ده الجين على الدي ان ايه، الجين ده تتابعه على الدي ان ايه، بس عشان خاطر يتحول لبروتين مش يتحول مره واحده. ليه؟ دي الخليه بتاعتنا، دي النيوكليوس. الدي ان ايه هنا، تصنيع البروتين بيتم هنا في الريبوزوم في السيتوبلازم. فاثناء تصنيع البروتين مش هيخرج الدي ان ايه بره الخليه يحصل له ترانزليشن وبعدين يرجع الدي ان ايه في مكانه، فلازم حلقه وصل ما بين الدي ان ايه والبروتين. حلقه الوصل بكل بساطه هو الماسنجر ار ان ايه، هو الار ان ايه عموما يعني، هي عمليه ترانسكريبشن، ده حلقه الوصل بين الدي ان ايه والبروتين. خلاص يا جماعه، يبقى دي الصفحه الاولى عندنا كده مقدمه، كل دي مقدمه كده بس نتخيل بها ايه الترانزليشن وايه مقاوم الاعراب. اطلع من الصفحه الاولى بالخمس ست كلمات دول، دي ان ايه الى ار ان ايه الى بروتين، الدي ان ايه اللي ار ان اسمها ترانسكريبشن، ار ان ايه الى بروتين اسمها ترانسليشن، الاثنين مع بعض اسمهم جين اكسبريشن. القصه دي كلها ممكن نطلق عليها سنترال دوجما، موجوده في كل الكائنات. طيب ادي اول جزئيه. في الفقره الثانيه هبدا اتكلم عن حاجه اسمها جين، جينيتيك كود، الشفره الوراثيه. يعني ايه جينيتيك كود بقى؟ بصوا يا ساده الكرام، ده دي ان ايه عليه الجين مثلا زي ما قلت من شويه بتاع الهيموجلوبين، ده الجين اللي هيترجم الى الهيموجلوبين. تمام؟ اهو تحول الى ار ان ايه، والار ان ايه تحول الى بروتين، امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد وهكذا. طيب الار ان ايه عليه نيوكليوتيدز، لان النيوكليوتيدز اللي كانت على الدي ان ايه ظهرت في صوره ار ان ايه، وبعدين حصل لها ترجمه او ترانزليشن الى بروتين. طيب الجين ده بكل بساطه، الجين ده بكل بساطه القصه دي او التتابع اللي فوق ده، التتابع ده كده او الجين ده كده بقول عليه هو الجينيتك كود، جينيتك كود.
كود، الشفره الوراثيه، الجينيتك كود للهيموجلوبين مثلا، احنا هنا مثلا الهيموجلوبين ماشي عشان ثبتنا القصه دي، يبقى الجينيتك كود للهيموجلوبين، الشفره اللي على اساسها بتحول للهيموجلوبين، الشفره دي هتحول ازاي او هي موجوده على الدي ان ايه، تحول الى ار ان ايه وبعدين تحول الى بروتين. قال كده معنى فهمنا معنى كلمه جينيتك كود، بكل بساطه هو الجينيتك ماتيريال او هو التتابع النيوكليوتيدات او هو الجين اللي هيتحول للبروتين معين، كلمه عامه خالص. التعريف المهم قوي ان على الماسنجر ار ان ايه، ده ماسنجر ار ان ايه اللي هيتحول للبروتين اللي هو الهيموجلوبين مثلا، هلاقي بكل بساطه تتابعات او نيوكليوتيدات، يهمني قوي كل ثلاثه منهم لان الثلاثه منهم يسموا او يطلق عليهم كودون، فده دول كده كودون ودول كودون دول كده كودون والثلاثه اللي بعدهم كودون واللي بعدهم كمان كودون وهكذا، كل ده كده كودون، كل ثلاثه ورا بعض على طول دول اسمهم كودون ماشي، المفروض من هنا كذا واحده ثالثه كمان انا كده كودون. خلاص يا جماعه كل كودون من دول يمثل امينو اسيد، فمثلا لو ده الكودون رقم واحد يبقى هو يترجم امينو اسيد رقم واحد، رقم اثنين يبقى امينو اسيد رقم اثنين، كودون رقم ثلاثه الامينو اسيد رقم ثلاثه، الاربعه خمسه سته سبعه ثمانيه وهكذا، اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه وهكذا، يبقى كل كودون يترجم الى امينو اسيد واحد فقط، الكودون يمثل او عباره عن ثلاثه نيوكليوتايدز. يبقى ما هو الكودون؟ تعريف الكودون في التعريف هتلاقي تعرفه ثلاث اربع سطور، عايزين نعرف الكلمات المهمه في التعريف. نوع اول حاجه ان هو ثلاثه نيوكليوتايدز موجودين على الار ان ايه، هذا رقم واحد، بيحدد حاجتين في في البروتين، بيحدد التايب اند لوكيشن اوف الامينو اسيد. عند بروتين 1000 امينو اسيد اللي يحدد البروتين رقم 599 هو الكودون رقم 599. يعني بمعنى في المثال بتاعنا ده لو افترضت ان ده الكودون رقم واحد، هل في احتمال الاقي الكودون رقم واحد ده مترجم للامينو اسيد رقم اثنين ولا هيفضل طول عمره الامينو اسيد رقم واحد؟ هيفضل طول عمره امينو اسيد رقم واحد. طيب الحاجه الثانيه، البروتين ده مثلا لو يو 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 هلاقي الامينو اسيد ده اسمه فينايل الانين، يبقى ايه اللي حدد لي ان الفينايل الانين هو اول واحد في سلسله الهيموجلوبين مثلا؟ ده افترض الامثله دي مجازيه، مش محدش ياخد عليها الكلام قوي، بس ايه اللي يحدد ان الفينايل الانين هو اول امينو اسيد؟ يبقى اول ايه اللي يحدد ان الهيموجلوبين هيبدا بفينايل الانين، وايه اللي يحدد لي ان النقطه الثانيه ان الفينايل الانين هو اول واحد اساسا؟ ايه اللي يحدد التايب واللوكيشن؟ هو الكودون، ترتيب الكودون ونوع الكودون. خلاص يا جماعه، يعني مبدئيا كده الكودونز عندي، الكودون عندي هو بكل بساطه ثلاثة النيوكليوتيدات على الماسنجر ار ان اي بيترجموا الى او يحددوا التايب اند لوكيشن اوف الامينو اسيد في البروتين. عظيم جدا. عندنا كام كودون بقى والقصه دي كلها؟ تعالوا نروح على السلايد دي. بكل بساطه احنا عندنا دلوقتي اربع نيوكليوتيدات، ادينين، جوانين، سيتوزين، هو على الماسنجر ار ان اي يوراسيل فهو ار ان اي. وكل مره هاخد ثلاثه، فانا عندي اربعه اس ثلاثه. يبقى عندي اربعه اس ثلاثه. يبقى بكل بساطه احتمال الكودونز عندي يبقى عندي 64 كودون. هل هم متقسمين كالاتي؟ ثلاثه مع بعض كده و61 مع بعض. الثلاثه دول بكل بساطه قصتهم ايه الثلاثه دول؟ هنسميهم تيرمينيشن كودون. دول بيبقوا مسؤول عن ايقاف عمليه ترانزليشن. دول اللي بيقولوا ده المسنجر ان اهو وجود التيرمينيشن كودون في المنطقه ديت يحدد لي، المفروض يكون ثلاثه بس، ثلاثه وجود التيرمينيشن كودون هنا يقول لك خلاص ان هيحصل ترانزليشن الجزئيه ديت كده لحد هنا بس، فايه اللي هيوقف عمليه الترانزليشن هو التيرمينيشن كودون، ده رقم واحد. ودول بيبقوا ثلاثه ثلاثه النيوكليوتايدز اللي هم ثلاثه كودون، اسف، يو اي جي يو جي اي يو اي اي. خلاص يا جماعه، هنا كده قصه تيرمينيشن كودون، وال 61 دول بيترجموا الى امينو اسيدز، 61 بترجمه الى امينو اسيدز. وهنا هسال سؤال، انا عندي 61 كودون، فالسؤال منطقي دلوقتي يبقى انا عندي كام امينو اسيد؟ الرد الطبيعي هيكون عندي 61 امينو اسيد. ليه؟ ما هو كل كودون يترجم الى امينو اسيد. لا، احنا عندنا فعليا 20 امينو اسيد ليهم 61 شفره، يبقى هل ده معناه انه في بعض الامينو اسيدز عندها اكتر من واحد كودون؟ وعشان كده عشان نفسر القصه ديت هنبدا نتكلم في حاجه اسمها كاركترز اوف الامينو كاركترز اوف الكودون، هي خصائص الكودون وخصائص الجينيتك كود عموما. بس قبل ما انهي القصه دي قبل ما نروح على السؤال ده واجاوبه، خلينا بس نقول اخر حاجه انا قلتها هنا بعيدا عن التساؤل ده. عندي اربعه نيوكليوتايدز، كل مره اخد منهم ثلاثه، يبقى 63 64 كودون. 64 كودون اقسمه ثلاثه 61، 61 دول بيترجموا الامينو اسيدز، ثلاثه بيترجموا او بيتحولوا الى ترمينيشن
كودا او اشتغله كترمينيشن كودا. طيب تعال نبدا في عنوان جديد بقى او فقره جديده، حاجه اسمها كاركترز اوف الجينيتك كود، ما هي خصائص الجينيتك كود. بكل بساطه الجينيتك كود حكايتها كالاتي: اول حاجه اول خاصيه في الكاركترز ان هي سبيسيفيك، بمعنى اقول دلوقتي تاني خاصيه ان هي ديجنريتيف، ديجنريت يعني ايه برضو هقول دلوقتي. بصوا يا جماعه، ولنتخيل مثلا عندي مثال كده يو ده فعليا البروتين او الكودون اللي هيتحول للامينو اسيد اسمه فينايل الانين. عظيم جدا. يبقى رقم واحد اليو يو يو هيتحول لفينايل الانين. هل احتمال، هل ممكن في يوم من الايام الاقي اليو يو ده يترجم الى مثلا الانين او هيستيدين او اي امينو اسيد ثاني؟ يعني هل مثلا النهارده الصبح كده صباحنا الخليه بترجم يو يو النهارده نعمله في الانين، بكره هيبقى الانين؟ لا، سبيسيفيك اليو يو يو هيفضل طول عمره في النايل الانين فقط. ده معنى كلمه سبيسيفيك، ان 1 كودون يساوي 1 امينو اسيد، الكودون الواحد يتحول امينو اسيد واحد فقط. طيب هسال سؤال ثاني عشان نفهم معنى كلمه ديجنريت. الفينايل الانين هل لازم يكون فقط عنده يو يو يو؟ لا، الفينايل الانين ممكن يترجم بيو يو يو وممكن يكون بيو يو سي. يبقى الفينايل الانين ممكن ليه اكتر من شفره، بس هل ممكن في يوم من الايام الاقي اليو يو سي ده بيحول مثلا الى ارجينين مثلا، او ممكن الاقي اليو يو ده في يوم من الايام بيحول الى هيستيدين؟ لا، هيفضل طول عمرهم اليو يو يو فينايل الانين واليو يو سي فينايل الانين. بس ناخد بالنا ان الفينايل الانين نفسه ليه اكتر من شفره، زي مثلا عندنا امينو اسيد، عندنا الهيستيدين تقريبا لو انا فاكر صح ليه ست شفرات. عندكم مثال بس انا مش فاكر كان هيستيدين ولا حاجه ثانيه، سته تتابعات او سته كودونز كلهم يتحولوا الى الامينو اسيد الهيستيدين اعتقد. ما علينا، حتى لو مش الفكره واضحه ان هي الفينايل الانين مثلا هو مثال قدامنا بيتحول بيجي من اثنين كودون. فهنا عايز اقول ايه معنى كلمه ديجنريت، يعني كلمه ديجنريت يا جماعه ممكن نترجمها بكلمه عندكم اللفظ ده سينونيمس. سينونيمس يعني متشابه، سينونيمس يعني متشابه، بمعنى انه ممكن الواحد امينو اسيد يكون ليه اكتر من واحد كودون. يبقى في فرق بين دي وبين دي، ان هنا الكودون الواحد خلاص يوم ما يو 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 اخد ختم كده انه بتاع الفينايل الانين هيفضل طول عمره بتاع الفينايل الانين وفقط، انما الفينايل الانين نفسه ممكن يجي من اكتر من طريق، ممكن يجي من يو 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 او يو يو سي، اي تبع من الاثنين دول. خلاص انا كده معنى كلمه ديجنريت، والديجنريت دي اللي بتفسر ان انا عندي ازاي 61 كودون، 61 كودون تحولوا الى 20 امينو اسيد. بكل بساطه في كودونز مشتركه، في بعض الكودونز المشتركه من نفس الامينو اسيد، يعني امينو اسيد واحد اللي عنده اكتر من كودون 3 4 مثلا. خلاص يا جماعه، انا اول خاصيتين عندي من خصائص الجينيتك كود ان هي سبيسيفيك وان هي ديجنريت او يحصل لها ديجنريشن بتتكرر يعني او بتتحول. الخاصيه اللي بعد كده حاجه اسمها نون اوفرلابنج، نون اوفر لابنج. يعني ايه نون اوفر لابنج؟ بكل بساطه كالاتي: شريط ار ان ايه عنده نيوكليوتايدز، اسمحوا لي بقى ان انا ارسمهم ثلاثات كده ايه بعيد عن بعض، هم المفروض ما يكونوش بعيد عن بعض، هرسم كل كودون لوحده كده. نون اوفر لابنج المقصود بيها، نون اوفر لابنج المقصود بيها بكل بساطه ان احنا مثلا هناخد الثلاثه دول يتحولوا لامينو اسيد ماشي، والثلاثه اللي بعدهم يتحولوا لامينو اسيد ماشي. هل ممكن في يوم من الايام النيوكليوتيدا ديت مثلا، خلينا نعمل زوم عليها، هل ممكن ان النيوكليوتيدا دي تشارك مره ثانيه مع القاعده مع اللي جاي ده، مع الاثنين دول مثلا؟ يعني هل ممكن يحصل اوفرلاب؟ هل ممكن يبقى في حاجه مشتركه في النيوكليوتيدا اشتغلت مرتين؟ لا، هيفضل طول عمرها طالما شاركت مره واحده هنا خلاص هيبقى الثلاثه اللي عليهم الدور هما اللي اشتغلوا وتحولوا الى امينو اسيد. طب هل ممكن الاقي ديت النيوكليوتيدات ديت هنا اشتغلت هنا ورجعت اشتغلت هنا مره؟ لا، مش هيحصل كده، مفيش اوفرلاب، احنا بناخد 3 3 3. ولذلك لو حصل اضافه او حصل مسح للنيوكليوتيدا هتظهر في تاثير، هيحصل مشكله. ليه؟ نتخيل ان حصل اضافه نيوكليوتيدا هنا كده، فالبروتين هنا في الاول قبل الاضافه ما يحصل كان هيخرج البروتين من الثلاثه دول اهو، او الامينو اسيد من الثلاثه دول، لما حصل نضفنا واحده هنا هيخرج كده التلاتة منين؟ من دي والاتنين دول كده.
فيبقى ماينس الايه اكس ده مثلا واي مختلفين عن بعض، ده شك ده حاجه وده حاجه. يبقى بكل بساطه، بكل بساطه معنى كلمه نون اوفرلابنج، خلينا نرجع للسكريبت بتاعتنا. نون اوفرلابنج حكايتها بكل بساطه ان مفيش حاجه مشتركه، كل حاجه بتشارك مره واحده فقط، كل نيوكليتيدة بتشارك مره واحده ايه مره واحده فقط. السكرين مش عايز يظبط. طيب خلاص يا جماعه، ده معنى كلمه نون اوفر ايه، نون اوفر لابنج. خلينا نمسح القصه اللي تحت ديت. احنا كل مره او كل شفره هتاخد مره واحده، كل النيوكليتيدة بتشارك مره واحده فقط. طيب ده نون اوفر لابنج. الخاصيه اللي بعد كده حاجه اسمها ايه، يونيفرساليتي، العالميه. تمام، معنى ايه يونيفرساليتي؟ بكل بساطه لو مثلا التتابع يو 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 ده بيحول الى فينايل الانين، هلاقيه في كل الكائنات اليو يو يو يحول الى فينايل الانين، نباتات بقى، طيور، حشرات، اي كائن هلاقيه اليو يو يو يحول الى فينايل الانين. هلاقي اليو اي جي ده ترمينيشن كود، هلاقي اليو جي اي ده ترمينيشن كود، يبقى يونيفرسال عالميه. تمام، ما عدا بعض الاستثناءات في الميتوكوندريا، في استثناءات في الميتوكوندريا خلاص نعرفه بس عندكم خلاص، ان الميتوكوندريا فيها استثناء. مش عارف مثلا كان اليو اي سي تقريبا، كان عندكم المثال يعني اليو اي سي تقريبا بتحول للليسين في الميتوكوندريا مختلف، ما علينا مثال بس تعرفه خلاص. طيب يبقى القصه ما فيها كل الكائنات الحيه الدي ان اي بتاعها هيتحول بنفس الشفرات، الشفرات دي ثابته ما عدا في الميتوكوندريا بس في استثناء. انا كده خلصنا الكلام عن الجينيتيك كود، خصائص الجينيتيك كود كاركترز. الصفحه اللي عندكم صفحه، دي صفحه عايزين نلخص الاربع الصفحه دي في الاربع كلمات دول. خلاص يا جماعه، طيب النقطه اللي بعد كده هبدا اتكلم عن حاجه اسمها الفقره بعد كده عندكم في الكلام، هيبدا يتكلم عن حاجه اسمها ايه بقى، حاجه اسمها كودون انتي كودون ريكوجنيشن. كودون انتي كودون ريكوجنيشن، ايه بقى قصه الكودون انتي كودون ريكوجنيشن؟ بكل بساطه المفروض ان شريط الماسنجر ار ان ايه اللي هيكون عليه الشفره اللي هي الكودون بيتقرا بمساعده او هيساعدنا في ترانسفير ار ان ايه. خلينا ترانسفير ار ان ايه المفروض يكون شكله عامل كده، ماشي، بس عشان ايه نبقى عارفين بعمل ايه، يكون شكله عامل كده، عنده الطرف 3 والطرف 5. الطرف 5 الطرف 3 ده بيكون شايل امينو اسيد، وهنا فيه حته اسمها انتي كود، دي المنطقه اللي هتلحم مع المسنجر ار ان ايه. بس انا مش هقعد كل مره ارسمه بالشكل ده، انا هختصره في الشكل ده. عنده ثلاث نيوكليتيدات، ده الانتي كود، وشايل المسنجر ار ان ايه، ده الطرف 3، ده الطرف 3 وده الطرف 5. فخلينا نرسمه على طول بالشكل ده عشان بس متخيل هعمل ايه. طيب فبكل بساطه كودون انتي كودون ريكوجنيشن، ايه هو الانتي كودون؟ دي منطقه على الترانسفير ار ان ايه. ايه هو الكودون؟ ده منطقه على المسنجر ار ان ايه. المفروض اللي بيحصل بقى عشان بس اسبق الاحداث كده، المفروض الاثنين بيلحقوا مع بعض، بيكون على اي على اساس الالتحام ده، مثلا يعني مثلا ده يو يو يو، فلاقي اللي قدام ده ايه اي اي ولا شيء، الامينو اسيد اللي اسمه فينايل الانين. اللي بيحدد نوع الامينو اسيد هو الكودون. فمثلا لو هنا يو سي اي، هلاقي جاي ترانسفير ار ان اي تاني اسمه ايه بقى؟ اسمه اي جي يو، وشايل امينو اسيد اكس. بعد شويه هلاقي تتابع تاني مثلا جي سي اي مثلا، فلاقي جاي كودون او اسف جاي ترانسفير ان شايل امينو اسيد واي، اللي الانتي كودون بتاع الترانسفير ده ايه مثاله، او هيبقى عامل ازاي هنا؟ هيبقى سي جي يو. وصلت الصوره؟ يبقى بكل بساطه الارتباط ما بين الكودون والانتي كودون هو اللي بي على اساسه بيتبنى السلسله، ده اثناء الترانزليشن. نفهم بقى الكلام ده، ناخده كلام شويه كلام شويه بالتفصيل ان شاء الله. طيب بس هنا بقى لازم ناخد بالنا من حاجه، الارتباط ده هسال سؤال، وفي نظريه يعني الكلام ده مقدمه عشان نقول على حاجه اسمها ووبل هايبوثيسز، نظريه ووبل هايبوثيسز. ايه بقى قصه النظريه ديت؟ هسال بس سؤال، او في مشاهده كده احد العلماء شاهدها، وفي ملاحظه عندنا هنقولها، السؤالين دول النظريه بتجاوب عليهم. بمعنى عندنا ملحوظه، في عندنا 61 كودون بيتحولوا الى امينو اسيد، فالمنطقي ان احنا نقول ايه؟ 61 كودون يبقى عندنا 61 ترانسفير ار ان ايه. ما طبيعي الكودون مثلا اللي هو اسمه يو
يو هلاقي له ترانسفير ار ان ايه اسمه. طبعا الكودون ده يا جماعه انت كودون ثابت، فهو الترانسفير ان ايه اللي هيبقى مثلا ايه هيفضل عمره ايه. هو الاقي مثلا الكودون الثاني مثلا اسمه سي جي اي، فالاقي الكود الترانسفير ار ان ايه بتاعه جي سي يو مثلا. يبقى المفروض طالما انا عندي 61 كودون، طبعا عندي 61 شفره، يبقى عندي 61 ترانسفير ار ان ايه، 61 شخص بيقراوا الشفره. لا مش كده بقى الموضوع، بكل بساطه عندي 61 كودون ولكن عندنا 40 حوالي، يعني حوالي 40 ترانسفير ار ان ايه. ازاي يعني؟ هل في امينو اسيد بيقرا اكتر من شفره؟ اه. ازاي ده بيحصل؟ ده اللي هتفسره النظريه دلوقتي بتاعت ويبل دي. تعالوا بقى نعرف نظريه ويبل. كل بساطه نظريه ويبل كالاتي، الشهاده جات من المشاهده الاتيه، جات من المشاهده ان في بعض البكتيريات، كان احد العلماء مش بيلعب كده في المعمل، فلاحظ الملاحظه دي ان عنده بكتيريا. البكتيريا ديت في احد الامينو اسيدز عندها، عندكم المثال بتاع الالانين، مش فاكر والله كان المثال ايه، ما علينا، مش هيفرق معايا مثال في حاجه. المهم العالم ده لاحظ ايه؟ انه التتابع اللي على الكودون مثلا وليكن كان يو سي اي، مش هيفرق معايا الكودون اصلا في حاجه، مش هينفع، مش هيفرق معايا الحروف دي في حاجه، لان الترانسفير ار ان اي، ركزوا معايا، الترانسفير ار ان اي اللي جه اشتغل مع الكودون ده عنده عند الطرف خمسة هنا، ده الطرف ثلاثة، ده الطرف خمسة، عند الطرف خمسة هنا تتابع اسمه او نيوكليوتيد اسمها انوزين. قال لا ايه انوزين دي؟ مش احنا الدي ان ايه عندنا او الار ان ايه عندنا يا اما ادينين يا اما جوانين يا اما سيتوزين يا اما يوراسيل؟ اه. امال الانوزين دي جت منين؟ بكل بساطة، بكل بساطة النيوكليوتيد الاتية، سكر قاعدة مجموعة فوسفات. النيوكليتيد اللي السكر بتاعها او القاعده بتاعتها اسف اسمها هايبوزنزين، هايبوزنزين دي كده. الهايبوزنزين ده يا جماعه مشتق من ادينين بس بمشي منه امينو جروب، ما علينا. الهايبوزنزين بكل بساطه او النيوكليتيد دي كده اسمها انوزين، مونوفوسفيت مثلا او دايفوسفيت او ترايفوسفيت. قال لها يعني دي كده غير طبيعيه، خلينا نقولها يعني غير طبيعيه، اه يعني دي كده مش هترتبط مع اللي قصادها. اه ازاي بقى الكلام ده؟ النظريه فسرت القصه دي. يبقى ده التساؤل الثاني. التساؤل الاول كان ازاي ان احنا عندنا 40 ترانسفير ار ان اي بيشتغل عليهم 61 كودون او بيقرا 61 كودون، وازاي ازاي ده حصل؟ النظريه بقى بتقول ايه بقى؟ بيقول ان النظريه بتقول كالاتي: لو انا عندي شريط من الار ان اي وده شريط ثاني من الار ان اي، ده مثلا اسمه يو 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 وده اسمه يو يو سي، ماشي؟ ممكن الاقي الترانسفير ار ان اي اللي جاي هنا شايل فينايل الانين، لان اليو بتاع الفينايل الانين، والاقيه اللي اسمه اي، منطقيه جدا دي ترتبط مع دي، دي ترتبط مع دي، دي ترتبط مع دي، لان ارتباط عادي خالص زي اي شريطين، زي اي شريطين ار ان اي او دي ان اي بيرتبطوا مع بعض. طيب وممكن الاقي كمان هو نفس نفس الترانسفير ان اي شايل فينايل الانين، هو نفسه وعنده اي، ليه بقى؟ يقول لك ان ده يرتبط مع ده عادي، ادينين مع يوراسيل يرتبطوا، ادينين مع يوراسيل يرتبطوا. هل ادينين مع سيتوزين يرتبطوا؟ لا. يقول لك ان النظريه بتقول، نظريه ويبل ديت بتفسر بقى القصه دي، بتقول لك ان مش لازم يحصل ارتباط بين النيوكليتيد اللي عند الطرف خمسه في الانتي كودون واللي عند الطرف ثلاثه في الكودون. ده يا جماعه خمسه ثلاثه، فدي اللي عند ثلاثه ودي اللي عند خمسه هنا، ماشي؟ يعني من الاخر النيوكليتيدة الاخيره مش لازم ترتبط مع النيوكليتيدة الاخيره هنا، بمعنى بالبلدي انا محتاج اتنين بس على الترانسفير ار ان اي يرتبطوا عشان يشتغل باي طريقه إن كانت اعرفها، مفيش مشكله. فالنظريه دي فسرت الاتي، فسرت ان اللي حصل في البكتيريا ديت اللي العالم شاهدها ان حصل ارتباط من الاثنين دول بس، هنا نان ستاندرد بايندنج، يعني مش الارتباط اللي احنا متعودين عليه، الاي مع اليو والسي مع الجي والجي مع السي، مش ده اللي احنا متعودين عليه، ده احنا متعودين عليه هنا بكل بساطه، مش لا مش لازم تبقى كده. خلاص يا جماعه، فبكل بساطه النظريه بتقول الاتي، النظريه فسرت القصه ديت ان احنا عندنا الارتباط ما بين الترانسفير ار ان اي والماسنجر ار ان اي او الكودون والانتي كودون بيعتمد على اثنين نيوكليوتايد اللي موجودين عند الطرف ثلاثه في الترانسفير ار ان اي او عند الطرف خمسه، ما بين دي وما بين دي، يعني دي اللي عند ثلاثة هنا ودي اللي عند خمسة هنا، تمام؟ ومش لازم يحصل ارتباط بين الأخيرة، مش لازم يحصل ارتباط بين الأخيرة. وده فسرت الآتي، إن في بعض الكودونز زي مثلا أهو، ده ترانسفير أر إن إيه أهو، ترانسفير أر إن إيه، هو نفس ترانسفير أر إن إيه، اشتغل على أكتر من شفرة، اشتغل على يو 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 سي. دي فسرت التساؤل الأول.
النقطة الثانية فسرت المشاهدة اللي العالم شافها انه ان ازاي الاينوزين اتوجد في المكان ده، ده مكان غير طبيعي في البكتيريا، في بعض البكتيريات يعني، فما كانتش مفهومة الا بعد النظرية دي. خلاص يا جماعة، انا كده قصة ووبل هايبوثيسيس. يبقى اخرج من ووبل هايبوثيسيس بكل بساطة بالخلاصة الآتية، انا اكتبهم بالبلدي كده: سم ترانسفير ار ان اي ريكوجنايز more than one codon for، بس خد بالكم، for specific amino acid، يعني هو مش لازم يبقى نفس الامينو اسيد، specific amino acid يعني اثنين كودون او ثلاثه كودون بس نفس الامينو اسيد. طيب النقطه اللي بعد كده، الخلاصه الثانيه، انه no need for 61 transfer RNA. دي فسرت ان انا مش محتاج 61 ترانسفير ار ان ايه. النظريه دي فسرت القصه دي بان انا عندي 40 تقريبا ترانسفير ار ان ايه في جسم الانسان بيشغل 61 كود. ازاي؟ عشان كده. خلاص يا جماعه، ده كده قصه ووبل هايبوثيسيس. خلينا نقف هنا ناخد فاصل سريع، لو عندكم اي اسئله اتفضلوا.